يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، هل هذا دليل على إثبات صفة العينين لله؟ أي نعم، استدل به أهل السنة والجماعة على إثبات العينين لله جل وعلا. إذا كان الله ليس بأعور فمعناه أن له عينين. نعم. وهل يوجد دليل آخر أصرح من هذا؟ القرآن: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، جاءت بلفظ الإفراد إذا أضيف إلى مفرد على عيني، وجاءت بلفظ الجمع إذا أضيفت إلى جمع بأعيننا، لأن النون هذه نون التعظيم وهي في الأصل نون الجمع من أجل المشاكلة بين اللفظين. نعم.